يا مساء الفل عليكم. الليل يعني سهر، سهرانين يعني أحلى قعدة وسط أحلى ناس. يلا نبدأ سهرتنا، ومساء الفل على الناس السهرانين. منور الدنيا يا أبو ياسين يا عسل. منور الدنيا يا أبو سليم يا سكر. انا واقع اصل امير صديق اسره يعني فساعات افتح الباب اخش الاقيه قاعد بياكل مثلا ايه بيض بالبسطرمه بلوبيف بتاع قاعد يعني. اخر مره قلت له خلاص يعني مش عارف اعمل ايه يعني تكتب على امي ولا مش عارف. مره جالي كان سهران بيتعشى معايا امير كنا في الشده في عز ما احنا قاعدين كده قال لي تنزل حمام السباحه قلت له قول لي ارجع قال لي ماشي طبعا انا نطيت كان هو اتدور قعد وسابني التهاب رئوي بعد عنه. جينا ايه؟ قال لي تعالى نلعب طاوله. ما كملناش الدور. ما كملناش ايه ده انت لسه بنلعب طاوله اللي بيحط الطاوله بيرمي الزهره اول زهره بيرميها طارت من على الطاوله قفش على الطاوله قال لي مش لاعب ام طاوله. حتى بيقفش على الطاوله. عشان خاطر بقى القعده الحلوه دي قول تعالى نسمع شويه مزيكا بس مش هنسمعها من حد عادي لا. ده واد بقى ابن بلد وجدع ورجولة وبيفهم في الأصول أخويا وصاحبي وحبيبي النجم محمد دياب. يا حبيبي ده اللي خاف من العفر كلنا دينا فوق فوق ايه يا ديبو الجمال ده؟ ربنا يبارك لك ايه الحلاوه دي؟ تسلم يا باشا مصر ده مجنون والله العظيم ياب؟ مجنون ليه؟ ده فجأة اتجوز ومحدش يعرف عنه حاجة لا والله العظيم ده فجأة وفي ناس كتير زعلت منه وانا اولهم طبعا هو عارف انا صحيت من النوم عايز اتجوز وربنا كرمك واتجوزت يعني ما ولو ما كنتش عملت خدت القرار في نفس اليوم كنت ممكن تاني يوم ما اغير رأيي او جايز ما كانش يجي لك نوم بالظبط. الناس بتسمع بقى ان واحد بيغني في فرح في عيد ميلاد بقى في حفله في شارع بالظبط دياب بقى بيغني في تنجيد ثاني الاغاني بتاعت التنجيد يا احمد غير الاغاني العاديه يعني ليهم اغاني معينه بتاعت التنجيد فيها منجد على المرتبه بقى وحاجات كده إيه؟ فيها منجد على المرتبه بقى وحاجات لا والله العظيم دي بتقول ايه؟ لا ده اصل اغنيه ابيحه شويه مش طب مفيش حاجه ما... لا مفيش حاجه محترمه يعني لو التنجيد كله ابيح كان بالنسبه لي ثروه قوميه لما اروح اغني في فرح 50 60 جنيه يعني ببقى برنس الكوكب يعني يا عم ربنا يزيدك يا رب اللهم انت باصص لي في 60 جنيه بتوعك لا وامبابا كمان يعني البلد التي لا تنام لا لا مفيش نوم عندنا احنا في امبابا لو نزلت الساعه 2 3 كانك الساعه 8 طب بقول لك يا ديبو قول لي ما تطيرنا بقى طاير يا هوا طاير عالمينا رايح يا هوا خبر أهالينا طاير يا هوا طاير عالمينا رايح يا هوا خبر أهالينا الصيت الهوا وتفتن علينا أمرك يا هوا خبر عايز اقول لك لما انت جيت قعدت معايا في الاوضه شويه ورحت داخل عشان تجهز فشويه راح دياب راح جاي قلت له خش بقى سلم على السقه وبتاع فاهم قال لي عادي ولا قلت له يا عم عادي في انت اول مره تشوف انا ما اعرفش ان انتوا ما اتقابلتوش قبل كده لا ما اول مره نتقابل بعمق فطبعا رحت انا جايبه لك رحت مدخله الاوضه وقافل ايه
قافل الباب واتزنقوا واتزنقوا. خرج بيقول لي ايه ده؟ قال لي ده لذيذ وطيب جدا وبتاع وزي ما بسمع عنه طول الوقت الحمد لله. عمل لك ايه بقى جوه الاوضه؟ بص اكتر لا مش هينفع اقول عمل لي ايه على الهواء. بص انا بصراحه بامانه ربنا يعني هو مبدئيا المفارقه الغريبه ان انا اتعرفت على امير كرارة في برنامج كنا بنصور برنامج مع بعض سنه 2014 كان يوم 3/2/2014. انت فاكر عيد حبنا؟ اه يا قلبي. وان انا اتعرف عليك برضو في برنامج ده شرف ليا. فانا اللي كنت بسمعه عنك بصراحه يعني انت زودتهولي الله يكرمك. والله العظيم بجد انت يعني ورحمه امي فعلا سهل. بجد اللي انا سمعته عنك انت زودتهولي بكرم اخلاقك ومقابلتك الحلوه الله يكرمك وان انت يعني ما حسيتش ان انا اول مره اقابلك. انت سيد الناس ربنا يبارك في عمرك. والله والله العظيم بجد انت سيد الناس. ربنا يحميك ربنا يحميك. انت عارف بقى ان القادر اللي جنبك ده ماله بعد 5 يوم جواز نزل من بيته عشان يشتغل؟ لا بعد 3 يوم كمان؟ اه ده زهق ولا ده ايه؟ لا لا مش زهق ولا اكل عيش. انا بصور مسلسل والديكور بتاعي خلاص خدوا فيه قرار ان هم يبداوا فيه في اليوم الفلاني فانا اتجوزت يوم 7 وهم عايزين يدخلوا الديكور يوم 10 فقلت لهم ما ينفعش تخلوها 11 فقالوا لي تمام هنخليها 11 فوانا في الطريق انا ما رحتش في حته رحت اسكندريه بس اقعد يومين فوانا في الطريق قالوا لي طب بص احنا مش هينفع بقى احنا عايزينك يوم 9 تنزل عشان هنعمل كذا كذا وفي افكت ميك اب هنجربه وحاجات كده فقلت لهم يوم 9 ازاي يا جماعه انا لسه متجوز من 3 ساعة يعني ما لسه ما لحقتش يعني ما مسكتش ايديها حتى فقالوا لي فقالوا لي معلش وبتاع وكده فنزلت يوم 9 بالليل يعني قعدت يوم 8 بس في اسكندريه ويوم 9 اتغديت وجيت على هنا. وهي عملت ايه بقى؟ مش ما عملتش حاجه انا عملت نفسها ربنا يعينها على ما بلاها يعني عملت بلاها متعاونه عملت نفسها متعاونه بس يعني اكيد بحاول اعوضها يعني فاهم الاغزات بحاول اعوضها يا عم ربنا يسعدك يعني. لا ده ثالث يوم 5 يوم جاله برنامج راح. دي حقيقه والله انا طب انت اتجوزت ليه يا ابني؟ اعرف واحد صاحبي اتجوز واحد صاحبي قاعد على يميني اتجوز ونزل بعديها ب 24 ساعه ده مين؟ هيكون مين يعني؟ ده انا صحيح ده انا لا انت تكسب كده لا ده انا اكسب بس انا بقى نزلت ظروف تانية يعني انا مثلا ما اتجوزت 24 ساعة قاعد مع مراتي كده بقول لها يا نهار اسود ده انا معيش غير 800 جنيه في حياتي كلها اوكي قالت لي ربنا كريم وبكره هتشوف ده قبل ما ننام صحيت الصبح لقيت تليفون من الاستاذ مدحت العدل كذا مره ومسجات انا فاكر كويس جدا قال لي كلمني ضروري قال لي انت فين يا ابني احنا مدور عليك من امبارح الساعه 12 بالليل هو الوقت اللي كنت قاعد بتكلم فيه مع مراتي فطبعا كلمته على طول قلت له ازيك يا استاذ مدحت اخبارك ايه؟ قال لي انت فين؟ قلت له في البيت قال لي طب تعالى دلوقتي حالا قلت له فين؟ قال لي عايزك في مسلسل وهتصور النهارده حالا النهارده والله العظيم أرزاق. سبحان الله ارزاق فطبعا ما كانش فيه حل ان غير اروح اصور طبعا بس طبعا كانوا الشاي حلو عليا ما شاء الله صراحه يعني ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله وانت بقى مراتك وشها حلو ولا ايه؟ كان وشها حلو لان انا كان في قسط فنزلت عملت البرنامج ده عشان ادفعه قال عليا قسط لازم ادفعه كله داخل مزنوق كله داخل عليه قسط كله داخل متفتش يعني بس هي نزلت الفيديو بتاعك اللي انت نزلته قلت في البرنامج انا مبسوط مش عايز اروح كمان طبعا بس اقول لك زله طبعا تقول لي مبسوط مش عايز تروح لحقت اقعد معاك يا حبيبتي ده هزار نام على الكنبه اليوم ده لا انا كنت لو كان داخل الشقه لو دخل البيت نفسه لا انا على طول نام على الكنبه يعني كل يوم ما بتروحش انت شكلك والله بالظبط كده شغل روح انت فاهمه بقى في موضوع شغلك لا جدا هي بتفهم كمان في الشغل يعني بتفهم في شغلانتنا لان وهي صغيره اشتغلت مساعد مخرج فبتفهم يعني ايدها في الشغلانه شويه وعندها وجهه نظر عارفه الظروف يعني وعارفه الظروف وعارفه ان انا غصب عني ممكن اتاخر 24 ساعه بره البيت في التصوير مش عارف ايه فمتعاونه حتى لو اتضايقت بتحاول تستحمل انت عرفتها منين اصلا دي؟ احنا كارفور من كارفور كنا اصحاب عادي من كارفور سوبر ماركت برضه هو بيقابل ناس سوبر ماركت بس انا بقابل ناس كتير جدا السوبر ماركت لان انا ممكن اكون من اكتر الناس اللي في العالم بتروح سوبر ماركت وبعد ما اتجوزت بقيت اروح اكتر يعني كنت بروح كل يوم دلوقتي مرتين في اليوم زي الدواء لو عايز اقول لك على السوبر ماركت بقى احمد بقى يشتغل في سوبر ماركت اصلا لسه حكي لي حدود دلوقتي بقول له انت غيرت تليفونك عشان مش عارف اوصل لك قال لي كلمه على تليفون البيت قلت له ما انا معايا تليفون البيت قال لي ما انا غيرته بص بقى غيره ليه اصلا غيرته لان انا ساكن في حته يعني فيها محل سوبر ماركت بقاله يعني اوكي ففرق بيني وبين نمرته رقم حد كتب نمرتي ووزعها على كل الناس على ان انا سوبر ماركت فكل شويه قالوا يا جماعه النمره اخر ما زهقت بقى بقيت اعمل ايه اخد الاوردرات والله والله متعاون والله
لو سمحت عايزين نص مش عارف ايه ربع ايه كيلو ايه حاضر يا فندم. طبنا لانشون وربع رومي وشغال عادي معاك. واقف موتوسيكل كده حاطط عليه صندوق ورا كاتب عليه سقه ستايل. ديبو رمضان الجاي ايه الاخبار؟ رمضان الجاي والله افتكرناك في كلبش. والله العظيم وانا كمان. والله العظيم. والله العظيم. عشان انت مت في الجزء. بحب المسلسل ده، حد قال لك تزقني جامد؟ مش انا والله. تزق بالراحه. تزق بالراحه ما كنتش هموت. عندك ايه بقى رمضان الجاي؟ انا عندي مسلسل ابو جبل مع الاستاذ احمد صالح وبطوله مصطفى شعبان وسيناريو محمد سيد بشير. ان شاء الله انتاج سينرجي. ده اللي عندي رمضان ده ان شاء الله. ده تاني مرة مع مصطفى شعبان ها؟ تاني مرة السنة اللي فاتت كنت معاه. مع حموسة نفس ده تالت مع استاذ احمد صالح. تالت بقى مع حموسة. ده التالت مع حموصة عشان انا عامل معاه مسلسل بحر، مسلسل 60 حلقة صعيدي. احمد صالح عمل لي حرب ايطالي. طبعا. مخرج شاطر جدا. طبعا. وصديق واخ طبعا يعني. طبعا. بس ما اشتغلتش معاه تاني، هي المرة دي اللي لا كيف. عملنا حرب ايطاليا والديلر. 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 لا فيلمين مهمين. فيلمين حلوين قوي. عملنا فيلمين مع احمد صالح. لا هو مخرج مهم ومخرج عظيم وحاجة روح وطاقة. لا احمد صالح مش عشان هو صاحبي، بس هو بجد مخرج شاطر. طبعا. مخرج شاطر بجد. على المستوى الانساني كمان حاجه الماظ يعني من البني ادمين الالماظ اللي انا مبسوط ان انا عرفتهم في حياتي بصراحه يعني كصديق واخ. شفت التشبيهات الراقيه قال لك الماظ. الماظ. لا والله بجد، لان بني ادم بجد قلبه حلو وبشكل مش طبيعي. هو بيه طيب وابن ناس وابن حلال. قوي بصراحه. طبعا ضيف الشرف ده انت اللي علمتها لنا بصراحه. يا حبيبي ضيف الشرف انت اللي علمتها لنا. يعني انت اكتر واحد بتحب تجامل الناس، ولو حد طلبك في ضيف شرف في اي فيلم في اي مسلسل بتحب تحضر كل الحاجات. يعني لسه كنت بتكلم معاه في حاجه برضو النهارده، لحد كان طالبني في حاجه في شغل قال لي لا تروح. قال لي ضيف الشرف ده معناه حاجه تانية خالص، يعني فهمني يا وسام يعني. وفهمني الموضوع فاهم. عملت كام ضيف شرف ده؟ لا كتير، ما اقدرش اعدهم. وما بترفضش عمرك؟ لا ما برفضش. لا ليه بقى اشمعنى؟ أولاً حب الناس ده نعمة، ربنا دي ما نعمة. لما حد زميل ليك أو زميلة يحطوا ثقتهم فيك إنهم عايزينك ضيف شرف كإضافة ليهم، أو إن أنت تروح لهم ضيف باينة ضيف شرف جيست أوف أونر، دي حاجة ليها قيمة. وسام يتحط على صدرك إن أنت جاي للعمل ده ضيف شرف، حاجة رفيعة المستوى يعني. مش يعني حتى الخواجة بيتصرف كده يعني، الأجانب الأمريكان بيعملوا كده. فإن أنت تبقى ضيف شرف دي حاجة وسام، حاجة يعني مدعاة للفخر يعني. ده كان رحيم مع استاذ ياسر. ياسر طبعا ده اخويا الكبير يعني، وياسر يؤمر ويطاع يعني. هو اللي كلمك عشان تعمل ده؟ مجموعه العاب. هو طبعا ياسر اخ يعني. وانا عملت ضيف شرف مع اخويا امير كراره في حرب كرموز، وده كان شرف ليا يا حبيبي. شرف انت تشرف اي حد طبعا. ده احنا بعنا بيك يا عم. الله يكرمك. احنا بعنا بالشوط الاخير، انت طلعت بس فيه. الله يكرمك. الله يكرمك. طلبت استنت في الـ في الـ في المسلسل ده؟ يعني طلبت ان في حد يجي مكانك في اي ضرب في جري في رحيم؟ لا لا مش مكانك انت يعني، انه ناس زياده عشان تضرب فيهم. لا انا اشتغلت في حدود الموجودين يعني. يعني في حدود الدراما الموجوده يعني. ما طلبتش اي تعديل يعني. لكن اول مره تشتغل مع ياسر؟ اول مره انا وياسر. يعني بالتالي تعرفوا بعض من لا نعرف بعض من عمل اكاديميه. لكن عمركم ما اشتغلتوا؟ لا عمرنا ما اشتغلنا مع بعض. بس هو كان مسلسل بصراحه حلو جدا ناجح وعمل دنيا. شغل كسر الدنيا. دي حقيقه. بس برضه متهيألي كان معاك في ذئاب وعوده. ذئاب وعوده عمل يعني ما اشتغلناش سينما مع بعض، عملنا فيديو وعملنا ذئاب وعوده سوا. ده كان المسلسل السنه اللي قبل اللي فاتت. قبل اللي فاتت. قبل اللي فاتت. نسيت 16. انا دي سقطتها دي بصراحه. لكن احنا عملنا يعني سينما ما اشتغلناش مع بعض، فيديو عملنا ذئاب وعوده سوا. كانت اول مره تشتغل. كانت اول مره نشتغل انا وياسر. ايه رايك نتسلطن شويه كده؟ لسه كنت هقول لك كده. ايه عايز تسمع ايه؟ يلا ابو ياسين. تغني لام كلثوم؟ يلا بينا. دارت الايام؟ قشطه. بجد؟ هتعرف ولا والله هتصغرني؟ بجد؟ احاول. طب يلا. لو ما عرفتش ما تقبضونيش.
خسرته وقابلته نسيت ان خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي قلبي يا قلبي وحرته معرفش ازاي 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 مقدرتش اصبر يوم على بعضه الصبر عايز صبر لوحده وانا مقدرتش اصبر يوم على بعضه الصبر عاوز صبر على بعض حبيبي
احسنت يا ديب. انت احسن يا سيدي الناس. مع ان مطرب بالشنب ده مش لايق، في حاجه غلط. المطرب مع الشنب مش لايق، في حاجه يعني هنمشيها. ما لو حلق شنبه هيقع على ظهره. بالظبط. هو اللي شايله، هو اللي شايله. والله بعرف اعيش من غيره يعني، بس مش قوي. بس هو عايز اقول لك، وانت اصلا بتغني هناك فالساق بيقول لي انا حاسس انه شبهي، حاسس انه في حاجه كده. والله الموضوع شبهي. والله الشباب بقى احنا لو وقفنا ورا المؤاخذه يعني بالظهر يعني بفانا، انا اسف يعني، شبه بعض. نفس القطعيه بتاعت نفس. لا والبروفيل، البروفايل واحد. دي اكتر حاجه. لا والجدعانه والقلب واحد. اللهم ده معناه. بس هو عنده تعوير اكتر مني بكتير الصراحه. هو باللي بيشوفه. لا هو بطل العالم. انا مش فاهم هيعمل ايه مع ابنه، يعني واحد زي ياسين مثلا. ربنا يحميه كده وتفرح بيه ونشوفه بقى يعني ممثل جامد، مخرج جامد. يا رب هو حسب ما هو عايز ايه. هو نصيبه ان شاء الله. هتسيبه ويعمل اللي انت بتعمله؟ والله يعني انا بص، انا يعني في المقام الاول اتمنى بس ان هو واخواته يطلعوا بني ادمين صالحين، واتمنى له ان في الطريق اللي هيختاره ربنا ينجحه ويرزقه يا رب ويجعله من الناجحين. يعني مفيش حد اكيد بتمنى لابني انه يبقى احسن مني، يعني احسن من اي حد. ربنا يخليه لك. امين يا رب. اكيد انت برضو يعني كل الكلام على عم صلاح الله يرحمه علمك حاجه كتير جدا. بحاول انقلها له بقى. ما هو ده اكيد بيوصل لابنك، اكيد بيتعلم قدر الامكان. بحاول ان انت عارف التعليم اختلف، الطريقه اختلفت، اللغات والمفردات اختلفت، فقدر الامكان بحاول اوصل له اللي انا اكتسبته من ابويا الله يرحمه يعني. جيل اختلف الموضوع. طبعا طبعا. انت برضه احنا يا احنا خد بالك، احنا جيلنا احنا لحقنا اخر لحظه من المانيوال على الاوتوماتيك. هم اتولدوا اوتوماتيك على طول. صح. ما شافوش بقى الحاجات. لا ما شافوش التليفون ابو قرص بقى، وما شافوش الحاجات دي. لكن اكيد طول الوقت اكيد بيقعد يتعلم منك شويه حاجات. وبيسمع منك لما بتكلم. هو واخواته. لكن طول ما انت مثلا بتدي له نصايح او يعني بيسمعها، ولا بيقعد يقول لك لا قوي او حاجه؟ بص لا مش بيقاوح، هو بيسمع. بس الجيل ده كثير الجدل. يعني عشان تعليمهم متقدم جدا عننا. متعلمين عننا برضه. دي حقيقه يعني. فهتلاقي ان هم في مراحل معينه اللي انت كنت مثلا بتفهمه او بتتناقش فيه وانت عندك 20 سنه، هو بيكلمك فيه وعنده 15 سنه. او عنده 14 سنه. دي حقيقه. فقدر الامكان بحاول اعمل لغه تواصل بيني وبينه يعني. ربنا يستر. يعني عندي ابني عنده 8 سنين وما بعرفش اتكلم معاه دلوقتي. وانا كبير وحلو كده وحاجه 40 سنه. يا عم الله اكبر. والله الموضوع اختلف يعني غير زمان خالص. لا هم دماغهم في حته ثانيه. اسرع. الاباط لما كانوا يكلمونا يا معلم يحصل ردع. مفيش خلاص. لا دلوقتي بيناقشك بالمنطق يعني. وبيقنعك. وللاسف بيقنعك. عنده حجه. وبتسمع كلامه. هو بيقوله. بتسمع كلامه. احيانا مش في كل الوقت. احيانا. امتى قلت له لا بقى في مره مثلا؟ او زعلته يعني امتى؟ لما الاقي فيه استهبال، او لما الاقي فيه مثلا ان هو مش مدرك حجم يعني انا دايما بحاول اربي فيه انه يدرك حاجه اسمها شقة. يعني ايه تعب؟ يعني ايه الواحد يعمل نفسه بنفسه؟ يعني ايه تبقى راجل محترم؟ يعني ايه ما تهزقش نفسك وسط الناس؟ يعني ايه تبقى راجل طيب؟ يعني انت براجل كريم؟ بحاول اغرس فيه القيم دي يعني. طب اسالك سؤال وترد عليا بصراحه. حاضر. والله العظيم. حاضر. لو ابنك دلوقتي بيعمل هروب اضطراري وقف فوق البتاع دي في الدور ال 42. والله. والله. رد بصراحه. وقالوا لك ايه يا احمد لو انت قلت او لا هترضى تطلعه؟ رد يا بيه. لو هو عايز؟ لا مالكش، رد على السؤال. ما تلفش. لو انا في ايدي القرار يعني؟ رد على السؤال. لا. لا. تخاف عليه ها؟ اكيد طبعا. قلب الاب بقى هيطلع. اكيد طبعا. طب ولو هو قال لك لا انا عايز وقعد يقنعك، طب اشمعنى انت يا بابا انت ما طلعتش؟ يروح يتعلم كدا. ويدرس اللي انا درسته وياخد اللايسنس اللي هي زي ترخيص او اجازه يعني، لان اللي انا بعمله ده مش فتوانة على فكره، ده اشياء مدروسه وحسابات واتجاهات ريح ووزن وواير، قصه كبيره يعني. يروح يتعلم زي ما انا اتعلمت، وبعد ما يتعلم ويعرف يعني ايه السيفتي ويعني ايه اجراءات السلامه ويعني ايه الشغل ده، يعمل اللي هو عايزه بس يبقى فاهم يعني. لو اتعلم كل ده وطلع فوق هترضى تخليه يطلع؟ لا. شايف اللي قدامك ده؟ اللي عمال عامل لنا فيها باشا مصر وبتاع. لا خالص على الله. ده قلبه خصائي فعلا. دي حقيقة. عمال تكلمني وتقول لي ياسين وابنك والى اخره. انت لازم تشوفه لما بيصور. وهو بيصور ولا حاجه، كما كنا بنصور والوقت يتاخر شويه بتاع يبتدي يتزرزر ويتخلى، عايز يجري على سليم. سليم ينام في حضني. ايوه. اقول له امير بجد ولا ها وانهار ويعيط. والله العظيم بيعيط. يا بيه ده اجل حرب كرموز عشان نفتكر له كل عافيه، سليم كان تعبان. انا عارف القصه. اجل دخول الفيلم. أنا ربنا ما عادها يعني. الحمد ربنا لله. ربي يحميه ويحفظه له. بس بص عايز اقول لك حاجه، انه يعني لما ربنا يديك ان شاء الله يا رب يا رب هتعرف
قد ايه العيال دي احلى حاجه. اه طبعا طبعا دي حقيقه دي حقيقه. وانا مشكلتي زي ما بيقول انا برضه السنه اوفر شويه يعني موضوع الولاد انا لا محسوب. لا بس انا عايز اكمل حاجه بقى معلش انا اسف يعني ده بقى الوضع مختلف لما جيت اتعرف عليه. انا رايح اعمل برنامج في لبنان وده وعارف ان معايا امير كرارة. فكرني احكي لك حاجه حصلت في امير في لبنان. ده طلعتوني على المسرح يعني طلعتوني على المسرح. الخلفيه بقى اللي انا واخدها عن امير هو اللي الشاب الجان الامور وبتاع بس فيلن سيكا. فجاه الاساسين بيتفتح انا اللي بسمعه بقى انا اللي بسمعه بقى والله العظيم اطيب اللي بسمعه من بعض الناس وبتاع مش ما هو اشرار كتير. يعني الناس بتختلف على الانبياء فده عادي. بس انا في ناس اصحابنا مشتركين بيقولوا ده جدع قوي ده وادر وبيقول ده من ارجح ناس مصر الجديده وبتاع مش عارف ايه. بيفتح الاسانسير لقيت واحد بياخدني بالحضن. والله العظيم اول مقابله بينا قال لي يا ابني انت جامد قوي وبتاع وقعدنا نسلطن ومش عارف ايه. رجعنا من هناك مش رجعنا من هناك احنا هناك بينا اصحاب خلاص بقينا يعني اللي هو اخوات بقى اولاد خاله بقى لنا 20 سنه ورجعنا بقيت طول الوقت معاه. ما اشتغلناش مع بعض غير في الكلبش يعني هو عمل له مثلا اتعرفنا على بعض عمل مسلسلين ثلاثه وانا كنت لسه ما مثلتش يعني انا 2014 دي لما عرفت امير ما كنتش مثلت خالص. اول حاجه كانت ساحله الجنوب كانت 2015. عايز اقول لك ان هو لما مثل اصلا انا اتفرجت عليه والله العظيم يا احمد سادي انا ما عرفتش انه دياب تخيل واصحابه من كتر ما هو كان ممثل جامد جدا ربنا يبارك في عمره والله العظيم انا ما عرفتش دي حقيقه مش ربنا انا ما اتخيلتش ان انا عارف ان دياب مطرب وعو وهلس والدنيا حلوه الشلطه الدنيا لطيفه عامل حته الدور كان في ساحره الجنوب ساحره الجنوب انا ما اتخيلتش ان هو ممثل شاطر كده في ايوب لا وايوب وقبليها كان في كلبش او الاب الروحي والاب الروحي وبتاع فربنا الحمد لله الحمد لله نشوفك مع السقا بقى مره يا رب كده بقى انت كده انت عبرت بقى انا المفروض ان انا ماضي فيلم معايا يا رب ييسر لنا الحال بامر الله ان شاء الله باذن الله كده المثلث ده يجتمع بامر الله بالمناسبه انا رحت مضيت ما اتناقشتش مع اخد كام يعني اللي هو انا بقول الكلام ده على الهوا وانا يعني اللي عارفيني عارفيني ماليش في الطباله والحاجات دي خالص الابلكيشن مش نازل لي انا عشان رايح امضي فيلم مع الساقه ما اتناقشتش معاهم في الفلوس يا عم الله يكرمك بقى قالوا لي طب انت هتاخد يلا يا عم هات الورق اخلص عشان نخرج الناس قاعده بره اسمع الحكايه دي اسمع الحكايه دي انا كنت بصور في بيروت فيلم اسمه بابا فبصور في المطار انا ومدام نيكول سابا الله يمسيها بالخير تحياتي ليها لازم طبعا. لازم تفكروا بلبنان لازم فامير كان ايامها بيعمل مسلسل هناك وكانت والدتي معايا الله يديها الصحه فامير كان فاضي فكان متوليها بقى بيخرجها ويوديها ويجيبها ومش عارف ايه فانا بصور في مطار لبنان في مطار بيروت قابلت امير الصبح جاي راح فين يا امير قال لي ده انا نازل مصر مش عايز حاجه تعيش يا صاحبي خد بالك يا صاحبي احضان بوس وداع لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وابتديت اصور وامير توكل على الله دخل الجوازات ختم وتوكل على الله ايه سافر اخر اليوم واحنا بنخلص التصوير ببص لقيت امير لقيت امير راجع من مطار خارج من مطار لبنان اللي انا بقابله فيها قلت له انت بتعمل ايه؟ وش احمر وبيتنفض قال لي الطياره نزلت مطار مصر وبعدين الطياره اللي سايقه بينا راحت قرصه وراجع تاني بينا على بيروت عشان عاصفه ترابيه وبيتنفض يا راح في الطياره عارف اللي هو قليل البخت يطلع له العظم في الكرشه قليل البخت يطلع له العظم بتشرد لي طب عايز اقول لك على حاجه بقى لا 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 بلاش لا قول خلاص ماشي الباشا بقى اللي بيقول لك الطياره ومش الطياره وبتاع انا مره كنت مسافر وقابلت احمد السقا بالصدفه على الطياره كنا رايحين لندن مش فاكر بيروت او لندن بيروت ده وقعد جنبي فرع جنب السقا يعني القلب الجامد السيطره كلها لا والقلب الجامد في السيطره وانا انا بترعب من الطيارات لحد النهارده كل مركب طياره تحس ان اول مره بركبها بقرا القران كله وطول الوقت انا عيني على المضيفات مش بعكسهم عيني على المضيفات اي حركه غريبه لو في مضيفه بتجري وكثير الاسئله وطول الوقت باصص من الشباك عشان لو في حاجه فاحمد عمال بيكلمني مش عارف ايه ويرغي ويقول وبتاع وانا مش معايا انا قاعد باصص في الشباك وعمال بترعش كان في تربلنس كانت مطبطه هوا وانا بترعش المهم فبيقول لي انت مش عارف ايه راح مسك ايدي كده لا بتشر ميه وقلبه تلج متلجه قال لي ايه ده؟ قال لي انت بتخاف من الطيارات؟ قلت له يا احمد انا مش عارف اخد نفسي انا بموت من الطيارات قال لي خرب بيتك ده انا كمان بخاف بس مش عايز اقول طلع ان هو فاهم بيلوش وعمال يرغي عشان ينسى الطياره ده كلام الله يسامحك الله يسامحك لا بس في بيننا بقى حاجات مشتركه كتير جدا صراحه يعني اهمها الوسواس ايوه تعال عايز اوريك فيديو كده ايه تيتو لو كان كوميدي بقى كان شكله بقى عامل ازاي تيتو شفته قبل كده تمام وريني قوي نادول يقولوا لي تيتو اروح اجيز ازاي يا سراده يا اخي مش بكلمك هنا اوعى عربي بقى ما بتشوفش الحاجات دي في بيوتك
هظبطك معاه. حضرتك دي نضيفه، انا ما حطيتش بقي فيها. فارس دايما بيجي في سيرتك. اتم تيتو تيتو، وجع دماغنا يا اخي تيتو. على المتخلفين مش هتكلم فيه خالص. على النعمه انت المتخلف. انت اسف. الله يحفظك ده من ذوقك. ربنا يخليك. انت اسمك الحقيقي؟ انا بابا. يا مش هتقول لي بقى اسمك الحقيقي ايه؟ يا شقفي. الزمالك. زمالك لو اهلها وغيرها. تعالى ما تنقش. حرقت الاكل. بتبصر مين انت؟ انا من امتى حرقت الاكل؟ اخلص يا ابراهيم. بتزعل بقى لما بتشوف الحاجات دي يا احمد؟ بالعكس. ما تتاثرش بالحاجات دي. بالعكس، دي معناها ان انت في وجدان الناس يعني. الحمد لله. بتتابع يعني كل ما حاجه بتنزل جديده؟ بتتابع يعني مثلا عمرو وهبه. عمرو ده اللي موريته لك بقى؟ شرقي. لا شرقي، انت وريتني عمرو شرقي. لا وريتك عمرو وهبه ساعتها. عمرو وهبه. وكلمت عمرو، وعمرو بقى اخويا الصغير. وشرقي جالنا التصوير بعد كده لما جالك. بس شرقي اكتر يعني. عمرو ستاند اب كوميدي. طبعا شاطر جدا. وهبه ستاند اب كوميدي شاطر جدا. طبعا عنده قدرة يعني. دي قدرة ممكن تكون مش عندك ولا عندي، عشان تبقى عارف. لا يعني. طبعا ما نعرفش نعملها. شرقي انا اللي هيجنني ان هو قلدني، جاب نبرة صوتي منين انا مش عارف. تعال نشوفه. طيب كده كان بيقلدك ازاي؟ بس ما اتفرجتش بعد 9 شهور زي طفل. ولا ما نزلش على طول. هو جاله دوره في الحياة، قراه، عجبه الشخصية، عجبته، استفزته، قرر ان هو يعملها، نزل. مش بيفرق معاه مساحه الدور، المهم ان هو يبقى ممثل. وطبعا هو احمد السقا فهو مؤثر، ما حدش بيقدر يفرض عليه حاجه. هو اللي سمى نفسه على ايدين احمد السقا. دقنه في اسبوع طلعت لقيت شقه، طبعا زي اي طفل، اي طفل بيتشقى. بس هو ما كانش متعب، يقعد يفرهد ويتضرب ويضرب العيال ويتفتح دماغه، يروح هو يخيط ويسرفل نفسه. وهو في كلاس بيصرف على البيت، كان بيخلص حضانته، كان في حضانه في التجمع، ويطلع على السبتيه كان بيشتغل في ورشه بتعمل دبابات، بياخد تقريبا مليون جنيه يوميا. لانه احمد السقا مواصلات ايه؟ المواصلات بتاعت الفرافير. خلص حضانه يطلع من التجمع على السبتيه سبريت. طبعا طول حياته كان في الشرطه المدرسيه في اولى اعدادي. على كل الناس في المدرسه كانت بتخاف منه، ما كانش حد يقدر يزوغ خالص. النظر للمدرسه كان بيرجع له في كل القرارات. بياخد سندوتشات الاغنياء يديها للفقراء، وسندوتشات الفقراء يديها للاغنياء، هو ياكلها هو. هو حب الفرهضه يعني. ثانوي احتار، يدخل ادبي، ادخل علمي، ادخل ادبي، ادخل، دخل الاثنين. وجاب مجموعة. اولا احمد السقا ما بيروحش كل الشرطه، لان كل الشرطه هي اللي تجيله. تاني حاجه فيها اسباب كتير محدش يعرفها، ان الحبيب العدلي قبل الثوره منع ان احمد السقا يخش كل الشرطه، خاف على مركزه طبعا. ده في تانيه كليه هيبقى وزير معروف. لو كان دخل كل الشرطه كان الشر اختفى من العالم. عارف الناس اللي بتاكل مسامير وازاز؟ احمد السقا بياكلها. مش بياكل مسامير وازاز، بياكل الناس اللي بتاكل الحاجات دي. مش بيرن التليفون وهو نايم. لو مكالمه مش مهمه بيعرف وبيكنسل. هو عامل كل حاجه غلط. وخان واحد صاحب، بس هو مش بيحب يقول يعني. ده عكس اللي قاله في فيلم تيتو. بالمناسبه في فيلم تيتو هو اتقمص الدور جدا، عاش جوه الشخصيه لدرجه ان هو مات فعلا في الاخر. بس هو دلوقتي موجود معانا تاني، لان ده احمد السقا امين جدا. القصص المعروفه عن احمد السقا عندنا في الوسط، وهو صغير في العجمي كان مع اهله ولقى ربع جنيه. النهارده لغايه دلوقتي لسه بيدور على اصحابه. عايز اقول لك انا شفت الفيديو ده ما قدرتش. بعدين راح اوريه له بقى، انا مش عارف يعني. قال هو هيزعل؟ قلت له انا عايز اوريك حاجه كده بس يعني مش عارف انت بتتضايق ولا. قال لي لا وريني الفيديو. وريت الفيديو، ابتدى يتفرج كده، ابتدى بقى فاهم. قلت له انت متضايق ولا ايه النظام؟ قال لي بيقلدني حلو. تمام، معاك رقم الواد ده؟ قلت له هتعمل له حاجه ولا لا؟ لا لا هات لي بس، هات لي رقمه بس. انا قلت هياخد الواد عمرو ده هياكله. هيشبعه. هياكله. طبعا التاني ما صدقش نفسه لما اكلمه. اكيد. لا كلمته كان مبسوط في التليفون. ده كان طاير. بقى صديقي الصغير. ده كان طاير. كان عامل معانا برده في كلبش الجزء الثاني، كان دور بالظبط، عامل دور حلو. دور جاسوس وبتاع، كان عامل شغل جامد قوي. دي حقيقة. عامل دور حلو وممثل شاطر. تعال نتكلم ده دلوقتي على السينما شويه. تحب انت السينما اكتر ولا التلفزيون؟ بحب الدور الحلو. مش فارقة بقى سينما. مش فارقة، الدور حلو اللي يمتعك ويمتع السادة المشاهدين طبعا. بس انت متهيألي ممكن تضحي عشان سينما. صح؟ صناعة السينما برضو متهيألي ليها رونق، ليها رونق وبريق تاني يعني. ايه أكتر فيلم أنت حبيته أحمد؟ بص مش عايز أقول لك بقى الكلام. احترمنا لكل الأفلام طبعا، كلها أفلام عظيمة اللي أنت عملتها. أقدر أقول لك أعرف فيلم شخصيتي إيه. بس مش أعرف فيلم شخصيتي تأمير شفيق. ايه ديبو؟ ايه يا قلبي؟ عايزين اكشن بقى. مين انا؟ ماشي تمام. ايه المشكله؟ انا الاكشن بالنسبه لي اقصى حاجه في الاكشن. حد يضربني بنيه، اضربه بنيه. الاكشن ده بالنسبه له يطلع سلم. ده الاكشن بالنسبه لك؟ لا انا ركبت حصان يا راجل. بس عايروني بيك.
لا والله العظيم قال لي انت مش عامل لي فيها احمد السقا وبتاع اركب يا نجم يا عم تعالى وانا اعلمك مش مشكله ايه حكايتك مع الخيط صحيح بقى ما انت عارف ما انت لسه احكي لا ما انا عارف ما انا انت عارف حكايتك بس احنا لازم نعرف الناس ولا مهم من صغري غويها غويها بحب الركوب يعني بحب ركوب الخيل انا ما بربيش خيل جمال او ما بتاجرش في الخيل يعني ما مش 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 بيزنس قدر ما هو ان انا بحب اركب حصان واعلمه حاجه يعني انا بحب الشوج احب قفز الحواجز بحب اركب قفز حواجز ايه ده احنا واحنا بنعمل ركوب اضطراري فكان في مشهد احمد خالد موسى بيقول له هنا بقى هننط من فوق في بوكس هيجي العربيتين في عربيتين بوكسين بس ده مش اي حصان يعملها ده الحصان اللي عندك طبعا بس مهما كان يعني قال له البوكسين هيجي يلزقوا في بعض هيخبطوا في بعض وانت بتطير بالحصان من فوق البوكسين يا نهار ازرق فانا قلت طبعا ايه بتوع السيما بقى هيعلقوا بقى حاجه وايراد فوقفت بتفرج عليه وطبعا ست الكل كانت موجوده ساعتها انا فاكر جت كانت خايفه عليا ولا بس بقول لك ايه خايفه عليه بس برضو في حته من جوه الجنرال ثقه واقفه بتتفرج وانا واقف جنبها مستني بقى فاهم عمال يا رب بس تعدي بس يا رب الحصان ما يجيش رجله في البوكس وهي واقفه عادي يا معلم كانت ماسكه كوبايه شاي كده ولا كانت قهوه بتشربها بقول لها هو انت مش خايفه ليه؟ بتقول لي هيعدي الجنرال دي اللي هي مامته الحاجه ربنا يديها الصحه بقول لها هو انت مش خايفه؟ بتقول لي لا ما بقولهاش هيعدي ثقه غير طبيعيه ثقه يقين لا هي بص هي قلبها ما شاء الله جامد وواثقه في احمد وعارفه ان هو لما بيخش يعمل حاجه برضو بيعملها صح بالظبط مش هيخش يرمي نفسه يعني وعارف ان هو لا هو راجل بيركب خيل وعارف ازاي من امكانيات لا انا قعدت اتعلم الحصان قبلها باسبوعين يعني انا خدت العربيات في الاستابل وقعدت قبلها باسبوعين بنسي الحصان اللي اتعلمه بعلمه حاجه جديده لا وبيخاف على حاجته يعني بيخاف على الحصان يعني عمل المشهد ده مثلا 10 مرات بيعيده 8 مرات حاجه كده فجم قالوا له هناخده مره قال لهم لا لا لان في قدره انا عندي قدره هو الحصان قدرته هم الثمان مرات دول مش هقدر اجي عليه يعني ممكن رجله اللي جايه لو خبطت كل سنه وانت طيب انا هو بالزبط. في البليله لا وكان في منهم كذا واحده رجليه كانت بنسمع صوت الرجل الحصان في الصاج بتحج في الصاج لا الحافر بيحك في الصاج بيلطش كده لطشه خفيفه يعني. مع السرعه دي صوته بيبقى مرعب اساسا ليك في الخيل ولا ما بتركبش؟ بحب اتفرج عليهم يعني بحب بس يعني بحب شكلهم بحبهم شكلا يعني لكن حاجه بني كده بتلمع لا انا مش يعني انا مش بروفيشنال في الركوب انا كان كبيري مثلا اروح الهرم مع اصحابي لو حد صاحبي عنده خيل ما انا بدات بركب شويه وبتاع مفيش حد بيركب خيل ما عداش على الهرم بس مفيش ممارسه بس يعني مش بمارس يعني محتاج بقى اروح عند ابو ياسين بقى يظبطني بقى مالكش دعوه حطني على التراك ابقى احمد مظهر احطك كمان اسبوعين انا احطك على التراك ونطلع على ام المصريين الجبس حلو لا بس هو عايز اقول لك ما شاء الله برضو يعني انت لو مش عايز تركب خيل عنده هو عنده مكان كده في برضو ملعب كوره بيجمع ملعب كوره هناك بيجمع كل الناس انا جيت لك طبعا بيجمع ناس كتير ده عسل ده انا جاي معاك فانا سمعت انت بتلعب كوره فكك موضوع الخيل ده بقى طيب خليها في الهادي كده بالظبط كوره كده في الخفيف كوره في الاخر فاهمينها انت كنت بتلعب كوره اصلا انا كنت بقى في جون وانا صغير ولعبت في كذا مكان يعني لعبت بشكل رسمي يعني جون صغير ايه بقول لك كنت بتلعب كوره في مكان في مكان بتلعب كوره دلوقتي يعني لا بقى لي فتره ما بلعبش يعني ما عنديش شله بلعب معاها لا احنا بنلعب احنا عندنا مجموعه كده بنلعب واحنا بنلعب وتحدينا بعض قبل كده ان احنا عاملين فريق اسمه فريق التجمع وفريق في الفريق بتاع لما بيجوري عند العاب يتغلبوا ما عشان احنا ما جيناش كاملين احنا لا تعالى كاملين هتتغلبوا برضه انا لو قلت لك الاسامي ما انا لو قلت لك الاسامي هتزعل برضه طب خش اسامي ايه خش اسامي احمد حسن الصقر ده فتح كلام كده هو بيجي لك هو بيجي لك ولا ايه بيجي لي طب اقول لك ايه الاحتراف يا بيه الاحتراف كابتن عبد الحميد مسيوني مثلا حسام غالي حسام ما جاليش جودة انا بقول لك نخش لي اسامي حسام غالي لا كنت انا عندي كتير مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني محمد شوقي محمد زيدان ده انا جايب لك المنتخب بقى اللي بص اللعب بطوله افريقيا بس انا لو عملت فرق خماسي اكسبكم انتوا الاثنين مع احترام يعني الملعب عندي مش خماسي احنا بنلعب عندنا 8-8 او 9-9 ملعب كبير يعني ما اجيب 8 مفيش مشكله نجيب طبيعي الخماسي بيبوظ انا بوظ رجليا لا بس الارض حلوه لازم نعمل كده عايز اقول لك ان احسن حاجه ان انت كل فتره يا معلم تنسى بقى كل حاجه وتلم الناس حواليك وتقعدوا تسهروا عنده الاعداد دي بس بتبقى حلوه ليه؟ يلعبوا كوره وبعد الكوره بيبقى عامل عشاء كده حلو عاملين لقمه كده في الملعب ونقعد ناكل ونشرب وننسى كل الهم بتاع الشغل الستريس كله بيروح الستريس اللي احنا فيه
الاسترس اللي طلع موضه فجاه ده. اه رقبتي، رقبتي توجعني يعني. رقبتك برضه ها؟ عايز بدوخه؟ ما انا حاسس برضه في حاجه فرعش كده في الودن الناحيه دي. اه في حاجه غلط. اتعاد اهو، اتعاد. قفشت وربنا. بلاش تقولوا الحاجات دي قدامي والنبي يا جماعه، عشان انا بروح بقعد اعمل كده وحاجات كده، ما تقولوش قدامي والنبي. بتروح الجيم لسه يا احمد؟ اه بروح. مواظب عليك؟ انا بصور بقى طبعا الاوقات مش مظبوطه يعني. اه بس مواظب يعني. لكن ساعة الشغل ما بت... لا بروح، بس بروح في الاجازات يعني. الاجازات بس، لكن ما بتصحاش بقى الصبح تتمرن؟ لا ممكن اجري، بس اجري الجري. اه تحافظ على الوزن يعني. اه احسن حاجه. فتنس. انت بطل العالم في الفتنس. اه بس برضو ساعة الشغل انت عارف بقى. لا ما فيها يعني، ربك ميسرها يعني. اه ما انا بص اللي سالتنا اليومين دول شويه الدايت اللي احنا عملناه بس كده. الله يفتح عليك. ظبطت الاكل، لان الاكل ده طبعا ما هو نص نص الظبطه اكل، 50% اكل. ارنولد قال لك البطن بتتعمل في المطبخ مش في الجيم. بالظبط بالظبط. يعني اللي عايز يظبط جسمه يقول لك في المطبخ، هو اكلك الاول اللي هتظبطه، وبعدين التمرين ده يبقى اخر حاجه. صح. طبعا انت عمرك ما رحت الجيم؟ لا طبعا. ازاي؟ ايه؟ لا رحت طبعا بتمرن كتير. اه بس انا بلعب فتنس بس، لو لعبت بلعب فتنس بس. yeah. بس طبعا عشان ما بقاش في وقت الفتره اللي فيها تصوير وكده، ما بقدرش اروح كبير، انزل اتمشى نص ساعه، العب شويه ضغط في البيت، شويه بطن، مش عارف ايه، شويه ستريتشنج كده لجسمي. لكن بس انتوا عندكم برضه مصيبه، خلي بالك في موضوع شغلكم. احنا ساعات بيبقى عندنا شغل صبح وساعات ليل، يعني في نهار وساعات ليل. ساعات بنشتغل من بالليل للصبح وساعات من بالليل للصبح، بس ساعات في ايام بتتظبط. عندي مثلا الاسبوع ده نهار كله بالظبط الساعه 5 الظهر اخرنا، وعندي بالليل فاضي ممكن اتمرن. انت بقى مشكله شغلكم كمطرب دلوقتي، مش دياب بقى الممثل، مشكله ان حفلاتهم كلها بالليل. بالليل بعد 11 و12 ممكن عندك فرحين ثلاثه، ساعتها بتعمل مع التمثيل الوقت بقى ضيق قوي بالنسبه لي. ان انا العب رياضه بشكل منتظم واروح الجيم واعمل حاجات وكده بقى بالنسبه لي صعب. بحاول احافظ ان انا امشي، العب شويه سويدي في البيت عشان بس شكل جسمي ما يبص، وبظبط اكلي واللي ساعدني بده مراتي بصراحه. يعني انا عامل دايت تقريبا من ساعه ما اتجوزت. بس في ايام بتدواني اكلها اللي هو اللي بجد يعني الحقيقي. يعني مراتك متعذبه معايا مش سايباني يعني؟ لا والله العظيم بجد متعذبه. انت بتعمل لي فروت سلطه والله ومدلعاني. بس ده اللي بتعرف تعمله؟ لا لا لا، بتعمل اكل كويس لان انا اسكندرانيه. اجدع ناس. فبتعمل يسلم قلبك، بتعمل اكل حلو جدا. بس انا طبعا يعني داخل عايز اظبط شكلي، لان انا كنت زدت شويه. شنبي اظبط شنبي؟ لا ما هو شنبي ده يعني برضه بخسله عشان يظهر اكتر يعني. بس خلاص انا كلها كام يوم واحلقه يعني. لا ده عايز اقول لك ان هو اللي طلع بقى اللقب اللي الحمد لله ربنا كرمني بيه فتره فيها كنت مبسوط بيه جدا. كل ما امشي حد يقول لي باشا مصر باشا مصر. باشا مصر. طبعا كان هو السبب. كانت اللازمه بتاعته. كانت هو. بس اللازمه دي انا واخدها من واحد صاحبي. يعني عايز اقول له على الهوا كل سنه وانت طيب، عشان هو عيد ميلاده. اخويا شريف فشور. شريف فشور. فدي اللازمه دي بتاعته هو بيقولها يعني لازمه. فانا رحت استاذنته يعني عشان حقه الادبي، قلت له بقول لك انا داخل اعمل امين شرطه واللازمه دي تلزمني. قال لي بس انت اللي هتقولها مش حد تاني هيقولها. قلت له لا انا اللي هقولها والله. فقال لا خلاص قولها. فبعد كده بقت الناس تروح تقول له، لان هو يعني شخص اجتماعيا معروف. اقول له بص ما دياب بيقولها يا عم، اللي هو انا اللي قايله. تمام انا اللي قايله، انا سمحت له. كل سنه طيب يا شريف. كل سنه طيب يا شريف. حلاوة شنبك. دي حقيقة. يعني الحقيقة أنا قاعد بين قوسين. والله قاعد بين قوسين. هو احنا يعني هو احنا جبناه منين؟ ايه؟ ما انت أول واحد عملته، احنا واخدينه منك. الشنب ده. منصور الحفني. منصور الحفني. منصور الحفني بالله. منصور الحفني. اوعى توجع يا منصور. اوعى توجع يا منصور. من النهارده ما فيش حكومة. ده ما فيش إلا حكومة. طب انتوا شقتوني رايح جاي دلوقتي وبتاع، وانتوا الاثنين بتغنوا حلو. مين؟ انت ده هو اللي معلمنا حلو. ده هو اللي معلمنا الغنى. صوته حلو. ما تمثلش. صوته حلو. هو اللي معلمنا الغنى. يا عم انا كنت بقعد معاك في الكرفان وعارف كل حاجه. في الجراج. تعال في الجراج. صوته رايح والله. لا ما هنجيبه هنجيبه. والله العظيم هنده له. انا دي شغلتي مالكش دعوه. طب تعالى ورحمه شرفي. ابدا تعالى بس. رحمه شرفي. تخروش بقى. تخروش. قوم بس. تعالى يا روح. تعالى. 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 بس حاجه حافظينها بقى. اكيد. اكيد. لا ما تقلقش. طيب تعالوا هنا. جيم اسمه ايه؟ ليه عايز ايه؟ عايز اعمل لكم لقطة. قول لان ايه؟ ولا على رمش عيونها؟ على رمش عيونها كده. وسلطان احمد شلبي. حافظها انا. مع بعض. الحتة اللي انت حافظها هصدرها لك. طيب انا عيد وراك. يلا على رمش عيونها. ابدا يلا. شباب واحد واليمين. يلا بينا. يلا.
جاهزين؟ جاهزين. اسمعوا بقى دلوقتي حته صوت. ايوه All right.
ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حلاوتك يا حلاوتك انت والله. شفتوا بقى صوت احلى من ده؟ ده رايح يا جماعه احمد السقا. احمد السقا سيخ بتحب اسمعه ايه يا عم؟ احمد احمد الله والله طلع جامد والله يا جدعان. لا يبقى الاغنيه اللي هغنيها الجايه نغنيها مع بعض. يلا لحظه. صعبه 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 قوي صعبه قوي. حصلت الموال. هو سخن الزماره سخن خلاص شغله بقى خلاص. يلا عدويه او عبد الشكران. ما اعرف هيبقى موال. ما احنا هنقول موال. هسيبك تقول موال بقيتي كده ونسلطن ونخش على. انا معاك يلا سلطن. عيني سقف احمد السقا يا جماعه. ليلي يا عيني يا ليلي يا يا ليل. ليلي يا عيني يا ليلي يا يا ليل يا ليل يا يا ليل. واللي نفسك فيه انا سلطنت لك المقام. حتى فوق وحتى تحت حتى تحت نظرة فوق ونظرة تحت. يا هلا الله يا اللي فوق ما تبصوا على اللي تحت ولا اللي ساكن فوق ماله دعوة بالتحت. يا هلا الله يا اللي فوق ما تبصوا على خطفني من اصحابي وانا واد صغير لفيت بلاد وبلاد وبلاد اتاريكي ساكنه الناحيه دي. يا سلام يا ولاد. من كان يقول بصاتي تصطاد صياد. الله بابا بابا ايه هقول هتسمع في الاجل Allah.